حسن دفاعي في غرفة العمليات سعادتك مع رامي بيه ومحمد بيه فوزي. هبلغوا ان سيادتك عايزه. لا مفيش داعي حسن، اعمل لي بس في الجنة والصحة. حالا يا باشا، تحت امر حضرتك. وصل لبيته. وصل يا دكتور. فيلا في مكان مقطوع على طريق ابو رواش. المعلومات لسه واصله لنا قبل ما فضلتك تيجي بنص ساعه. ولا حد من العصابه هناك ولا اي حاجه؟ فاضيه ومهويه، ما فيهاش غير العفش والجدران. واضح ان الخواجه العفريت ده هو وصبيانه سبقوا الشريف سرايا ونظفوها قبل ما يوصل. بس دي حاجه برضه تخوف يا ايهاب. اللي خلاه يعرف يوصل لبيته بالسرعه دي، ممكن نصحى الصبح نلاقيه مسكه وجابه من تحت الارض. ما اعتقدش فضلتك، راجل زي ده يعني صعب انه يسيب وراه اي اثر يدل على مكانه. صعب؟ صعب مين يا عبد الله؟ هو ده فارق معاه صعب ولا سهل؟ ده مفيش ازمه بتحوق في جتته. بنته تبقى بتموت في المستشفى وهو بيحل فزوره الموت ويعرف ان الخواجه لسه عايش، يخطفوا الشاهد منه تاني يوم يوصل لبيته. ما هي دي الازمه اللي بتواجهنا يا دكتور. ثغرات اللي هو عمال بيفتحها في الحكايه بتخلي الداخليه تديله صلاحيات اكتر حتى لو غلط. يعني ايه؟ يعني كل الضغط اللي احنا عملناه على الداخليه في النت والشوارع والفضائيات علشان يدوله على دماغه ويقعد في بيته خلاص ملوش اي لازمه؟ هيفضلوا متمسكين بيه لحد ما يجيبه؟ يجيبه ويحطوا البلاوي اللي معاه دي كلها في حجر الداخليه والفلول؟ ده انا كنت اخلص عليه بايديا قبل ما حد يوصل له. ما احنا كده هنفضل نلف في دايره مقفوله يا دكتور رفعت. يعني ايه؟ يعني بدل ما احنا بنضيع وقت في متابعه شريف سرايا وهو بيحاول يجيب التعبان، نركز مجهودنا ونفكر في حل اسرع ونجيب التعبان نفسه. هو احنا حتى شامين ريحته؟ ده احنا ما عرفناش نخلص عليه. يبقى هنجيبه منين بس يا اخوانا؟ منين؟ يا دي النيله، قوم يا عم بقى. انت هتموت ولا ايه؟ مش قادر. خلاص 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 وصلنا. ادم بجد مش قادر. خلاص خلاص وصلنا يا بطل. والله تعبت قوي. خلاص يا حبيبتي وصلنا والله. ايه مالك يا عم الشباب؟ امال هتتجوز ازاي انت؟ يلا اتفضل. خلاص وصلنا. وصلنا فين؟ قول لنا الاول انا داخل فين. ابوس ايدك. انا ما عادش فيها اعصاب للاماكن العجيبه بتاعتك دي. انا قعدت 5 ساعات في الترب جابوا لي انهيار عصبي وانفلات اخلاقي. ترب؟ ترب ايه ده؟ طب يعني انا برضه هدخلك اماكن زي اللي بدخلها للسبع المتوحش ده؟ مش كده ولا ايه يا سبع؟ اه طبعا، بس ما نتكتش على اخوانا كده. قول لنا الاول احنا داخلين فين؟ يا واد يا صايع، احنا داخلين المدرسه. مدرسه؟ مدرسة ايه دي يا ادم بقى؟ مدرسة الدنيا يا بطل. تعالى. خش يا عم السباع.